هنيجي بعد كده الموضوع اللي احنا عايزين نشتغل فيه اللي هو مشكلة الديون المتعثرة. في الجزء بتاع مشكلة الديون المتعثرة هنتعرف مع بعض على 4 نقاط. أول حاجة مفاهيم المرتبطة بظاهرة الديون المتعثرة، أسس تصنيف الديون المتعثرة، أسباب ومشاكل الديون المتعثرة، أهم آثار الديون المتعثرة. أول حاجة هشتغل فيها إيه المفاهيم المرتبطة بظاهرة الديون المتعثرة. إيه مفهوم الدين المتعثر؟ عندي عميل عليه دين، هو مش قادر يسد الدين بتاعه اللي هو الأصل، أو يسد الفايدة، أو مش قادر يسد الاتنين معا. طيب بيكون مدة قد إيه؟ لمدة 3 شهور أو أكتر، وده لأن هو مش قادر يحقق صفقات نقدية من النشاط بتاعته تقدر إن هي تسدد الالتزامات دي. انا عندي هنا لما اجي اقول مفهوم الدين المتعثر اللي هو الدين اللي بيتوقف العميل عن سداد اصله او فوائده او كلاهما معا لمده 3 شهور او اكثر، وذلك لعدم قدرته انه يحقق او تحقيق تدفقات نقديه من ناتج نشاطه كافيه لسداد تلك الالتزامات، ولا يكون تحت يد البنك ضمانات اضافيه قابله للتسيير من اجل في الاجل القصير تغطي كامل قيمه الدين وفوائده. لازم هنا نفرق بين الدين المتعثر والفشل المالي. الاثنين وجهين لعملة واحدة، فالفشل المالي بيعبر عن المرحلة الأخيرة اللي بيتوقف عندها الدين المتعثر. الفشل المالي أو القانوني بيتخذ شكلين، عسر مالي بمعنى فني وبمعنى قانوني. بالمعنى الفني معناها إيه؟ عدم كفاية السيولة، يعني مفيش فلوس أو المشروع مش قادر إن هو يسدد الديون عليه والفوائد المستحقة للدفع، حتى لو الأصول عندي هنا بتزيد عن قيمة الخصوم. يبقى العسر المالي بالمعنى الفني ده معناه عدم كفاية السيولة، بمعنى عدم قدرة المشروع عن سداد الديون والفوائد المستحقة للدفع حتى ولو كانت الأصول بتزيد عن قيمة الخصوم. طيب نيجي على العسر المالي بالمعنى القانوني. طيب وده معناه إيه؟ معناه عندي هنا إن بيزيد الالتزامات المستحقة للغير اللي هي الخصوم عن قيمة أصول المشروع، ده بيؤدي في النهاية إلى الوصول بالمشروع لحالة الإفلاس المالي. وزي ما هو واضح ان ممكن يتعرض المشروع لحاله الفشل المالي او القانوني دون ان هو يرتبط بحدوث فشل اقتصادي. ثانيا عندي اسس تصنيف الديون المتعثره. يصنف البنك المركزي المصري القروض اللي بيمنحها للجهاز المصرفي لمجموعتين، ديون منتظمه وديون غير منتظمه. الديون غير منتظمه اللي هي متعثره بتصنف لثلاث مجموعات، الف ديون دون المستوى، ب ديون مشكوك في تحصيلها، ج ديون رديئة يتعين إعدامها. ألف ديون دون المستوى اللي هي الديون من المحتمل إن هي تشكل خسارة للبنك في حالة عدم متابعتها بجدية. ب ديون مشكوك في تحصيلها هي بتمثل خطورة بسبب عدم إمكانية تحصيلها خلال فترة معقولة مع احتمال استهلاك جزء منها أو كلها، وبالتالي هي بتقترب إنها تكون ديون معدومة في حالة الإهمال فعلك. ديون رديئة يتعين إعدامها اللي هي ديون لا طائل منها ولا أمل في تحصيلها بسبب ظروف بيستحيل معها العلاج زي الإفلاس أو الوفاة أو الهرم. ثالثا أسباب ومشاكل الديون المتعثرة. ممكن أنا أقسم سبب تعثر مصرفي لمجموعة من الأسباب الرئيسية أهمها. تعثر مصرفي بيرجع لاختلاف وتطورات الظروف الاقتصادية سواء للشركة أو الاقتصاد القومي. ممكن تعثر مصرفي بيرجع للجهاز المصرفي والظروف المحيطة. تالت حاجة تعثر مصرفي بيرجع إلى ظروف المؤسسات المقترضة والظروف المحيطة بها. تعثر يرجع لأسباب خارجة عن إرادة البنك والعميل. النقطة الرابعة والأخيرة عندي أهم آثار الديون المتعثرة. بتأثر الديون المتعثرة بالسلب على الاقتصاد القومي، هي بتأثر على مناخ الاستثمار وعلى سيولة المشروعات، وكمان بتأثر على الميزان التجاري مع الخارج وعلى جانب الإيرادات في الموازنة العامة للدولة، وده بتأدي لإيه؟ بيأدي لزيادة نسبة البطالة. طيب نشوف الديون المتعثرة ومناخ الاستثمار، فبيرتفع أو بيعتبر ارتفاع حجم الديون المتعثرة ده مؤشر لانخفاض عائد الاستثمار في مشروعات كتير. طيب الأمر ده هينعكس إيه؟ هينعكس سلبا على الترويج للمشروعات الاستثمارية الجديدة. نشوف الديون المتعثرة وسيولة المشروعات. بتؤدي الديون المتعثرة لتزايد مستحقات المشروعات لدى بعضها البعض، وده بيأثر على اقتصاد تشغيلها وبيعرضها لأزمة في السيولة فضلا عن زيادة أعباء خدمات الائتمان المصرفي. الديون المتعثرة والميزان التجاري بتعتبر المشروعات المتعثرة
ليها تأثير سلبي على الإنتاج القومي، وده بيؤدي إن أنا بلتجئ للاستيراد عشان أسد الفجوة بين العرض الكلي والطلب الكلي من السلع، وده بيأثر على إيه؟ بيخلي الميزان التجاري ده أو بيميل في غير صالح الميزان التجاري، وده بيأثر على عجز أو بيزود عجز الميزان التجاري. الديون المتعثرة والإيرادات العامة في الموازنة العامة للدولة بيؤدي التعثر إلى تراجع القيمة المضافة لكل من الجهاز المصرفي والمشروعات المتعثرة ذاتها، ومن ثم تراجع مساهمتها في الدخل القومي، وده بيؤدي نقصان حصيلة ضريبية اللي بتأتي من كل منهما أو من نقصان الإيرادات العامة في الموازنة العامة للدولة. الديون المتعثرة وزيادة طاقات العطلة بيؤدي التعثر إلى أن تتحول المشروعات متعثرة لطاقات عطلة نتيجة ان هي بتتوقف جزئيا لبعض المشروعات، ويؤدي تعثر برضو الى استغناء عن جانب من العمالة، وده بيؤدي لزيادة نسبة البطالة.